مساء الخير. جمعية تجار بيروت في غمرة من الفخر، وأحسبه حال كل لبناني لاختيار رئيسها الأولى شماس رئيسا عالميا لمتخرجي جامعة MIT، أحد أعرق الصروح العلمية والأكاديمية في العالم. اختيار استثنائي بشكله ومضمونه، وسابقة أولى لخريج غير أمريكي في مؤسسة يناهز عمرها 150 عاما. وقد قبل أولى شماس الاختيار لأنه مناضل جريء وملتزم لتحقيق قناعاته حتى التحدي. هو من المؤمنين بأن تطوير العقل البشري للقدرة الإنسانية لا حدود له، فما عليك أن تكون أذكى الناس، يكفي أن لا تسمح لأحد بأن يفكر عنك. تلك الطاقة التي عرفتها واختبرتها من خلال عملنا معا في مجلس إدارة جمعية تجار بيروت، عمل جماعي ملتزم لنخبة من الفاعلين في القطاع التجاري تؤمن بلبنان بلدا طليعيا له دور ريادي أساسي في اقتصاد المنطقة، عمل أعطى دفعا لقرار القطاع التجاري ليصبح أفعل وأكثر حضورا في المحافل الرسمية اللبنانية، يصل أحيانا إلى حدود المشاركة في صنع القرار، عمل مؤسساتي بلا صراعات بل نقاش إيجابي يخرج بموقف لا مكان فيه للتجاذبات السياسية، إنما ما نراه صحيحا ومناسبا لمصلحة الاقتصاد الوطني. شأننا في جمعية تجار بيروت كقول الشاعر: أصابع كف المرء في العد خمسة لكنها في مقبض السيف واحد. ونقول شماس هو بكل ثقة مقبض السيف هذا، يحارب به بإقدامه المعهود مضيفا عليه ما يفرضه الموضوع من علوم عالية في مجال المال والاقتصاد. إذا استعصى الأمر يبدل الأسلوب دون الجوهر، فالأشجار الوارفة تستبدل أوراقها لا الجذور. لست في مجال المبالغة في الإطراء، فما بيني وزملائي مع الرئيس الأولى من صدق وصداقة ما يغنينا عن ذلك، إنما للرجل حق. هو يملك مهارة في ملاحظة الفرص الناجحة، وما دخوله مؤخرا في قطاع المصرفي من خلال استثمار في بنك سيدروس إلا تأكيدا للثقة بدور لبنان المالي لما يحمله هذا المصرف الجديد من خطط حديثة واعدة للتوسع في السوق اللبنانية. وعندما شرح لي مرة أسباب قراره هذا، رأيت موهبة الرجل في تصور ما هو مناسب، وأعاد لذاكرتي ما قاله لي والدي رحمه الله يوما بأن مقياس ذكاء الإنسان هو في صوابية القرار وتقدير أبعاده وليس في سرعة اتخاذه. الحج الأولى بيروتي أرثوذكسي لكنه يزاوج أربعا، بيروتي أرثوذكسي يزاوج أربعا، عمله الخاص وجمعية تجار بيروت والMIT ومؤخرا القطاع المصرفي. لكن عروسه الدائمة تبقى السيدة العزيزة فيوليت. رفيقة الدرب والحبيبة والمساندة والتي نغار منها نحن من نريد مشاركتها ليبقى نقول شماس عريسا لجمعية تجار بيروت. تهانينا القلبية لنقول شماس لأنه استحق أن يكون من النخبة. نهنئ MIT ونشكرها على اختيارها، ومبروك للبنان.